نقف مع بعض الأسئلة والشبهات. من الشبهات يقولوا إنه الحجاب عادة ما دين، قالوا هو عادة عربية ما من الدين. طيب نقول لهم أول حاجة الأدلة جاءت بالحجاب، ودينا الأدلة قبل شيء ذكرناها في صورة الأحزاب وفي صورة النور وفي غيرها من صور القرآن، وأدلة السنة موجودة متكاثرة. ده نمرة واحد. فلو هو عادة فهو عادة شنو؟ أقرها الإسلام. ده نمرة واحد. نمرة اثنين أنه ليس كل عادة فهي عادة مذمومة. العرب ما زمان برضو عندهم الكرم، ده من عاداتهم، ها لغاية ما كان العربي من شدة ما كريم بيقول للعبد بتاعه، يقول له لو أنت جبت لي ضيف أنت حر. الليل يا هذا ليل قر، والبرد يا هذا برد صر، فإن أتيت بضيف فأنت حر. أها نلغيها لأنها قديمة. كان عندهم الشجاعة نلغيها، كويس. كان عندهم نصرة المظلوم نلغيها. فده كل أخواننا ده كلام باطل. فالحجاب من الدين، الزول اللي بينكر الحجاب أنكر شعيرة من شعائر الإسلام معلومة من الدين بالضرورة. ده نمرة واحد. من الشبهات برضو، هي شبهات واهية، إن يقول لك الحجاب ده تشدد يا أخ، ما فيها حاجة. لا، الحجاب يا أخواننا ما تشدد، وإنما الحجاب لحفظ كرامة المرأة وحفظ عرض وغيرة الرجل، وليس معنى التشدد أن يتمسك الإنسان بالدين، لأنه ربنا أمر به. هل ربنا بيأمر بالتشدد؟ ولأن يا أخواننا التشدد أمر لا يطاق. عشان كده ابن حجر رحمه الله قال التشدد من المشادة وهي المغالبة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقال فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني أنت مثلا التشدد كيف؟ منا زول يحرم حاجة ربنا حلاه، يقول لك أنا زاهد، أها زهدك كيف؟ يقول لك حاجة حلوة ما بأكلها ولحمة ما بأكلها، زي ما بيعملوا الصوفية الليلة، يقول لك سار الليل للقرض وقرش لا لوب وفرش، اسمه الحبوب اسمه الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش، وكذاب ساكت ما بيأكل لا لوب. هسي شيخ التكسي ده بيأكل لا لوب؟ أسألكم بالله، شيخ التكسي بيأكل لا لوب؟ ده زول منعم تنعيم عجيب ذاته، ساعاتنا ما بيلبسها، عنده ساعة يسمى شنو؟ رولكس ولا شنو؟ المذيع ذاته لما بيتكلم معه غلط في يسمى، وقام صلح وقال لا لا ما يسمى كده، يسمى رولكس، وجايبينه للاستديو زي المرة المحننة، جايبينه بسنتا في 2017 ولا 2000 وكم ما أعرف، آخر موديل. ده الزهد يا أخ، تلقى الشيخ ما شفت المادة ذاك اسمه منو؟ الجيلي، زول ما شاء الله تقيل تقل عجيبة ذاته، فيستو ما بيشيل والله، لا فيستو لا ركشة ولا ما هو أدنى منهما إلا كروزر والتماش لفوق، زول تقيل وكثير ذاته. أهذا ده كيف ده؟ ده الزهد في الدنيا. فده يا أخواننا ده التشدد ذاته. التشدد تحرم حاجة ربنا حلالك، أكل واعبد الله. الإمام الشافعي يقال يروى إنه بيت مع الإمام أحمد، والتلميذ بتاع الإمام أحمد، الإمام أحمد كان بيكلمه عن زهد الشافعي وكذا وكذا، فقال الزول ده أنا إلا أشوف الشافعي ده عبادته وزهده وحاجاته دي كيف. قال لما جابوا الأكل أكل تمام، فقام يتحير، قال كده برضو نصبر. قال بعد ذاك قام الشافعي يصلي حتى الصباح، ثم قال اعلف حمارك ثم كده، يعني نفسك اديها حقها، بعد ذاك شنو؟ اجتهد في الطاعة. ده المعنى بتاع الكلام، اعلف حمارك ثم كده. فما المقصود يا أخواننا في الدين والورع؟ إنه الإنسان يخلي الحلال، وإنما لا يخرج به الحلال إلى الحرام. يعني أنت لو بتأكل أكل بيمرقك إلى الحرام، هذا هو الممنوع. قال ابن المنير كما ذكر ابن حجر هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل. يعني ما المراد؟ إنه
يعني انت لو بتقيم الليل لكن بفوتك الصبح ده التشدد. لو بتقول انا يا اخواننا البلد بقت تبرج ومعاصي وغنى و الى اخر، انا دار اخلي الناس ذي تشد امشي اهاجر اشوف لي جبل اعبد الله فوقه، ده التشدد. الا في زمن الفتن دي احكام براه. ولذلك يا اخواننا ليس التشدد هو التمسك، في فرق بين التشدد والتمسك. التشدد هو الانسان يا اخواننا يجاوز الحد الشرعي، ده التشدد. واما التمسك هو ان ياتي الانسان بما امر الله على وفق ما امر الله سبحانه وتعالى. أسين زول يقول لك يا اخي لو داير تفحص لابد اول تجيب محلول معين وتخط العينه بمقدار معين وتلف عدد معين من الدقائق كده بمرق لك الفحص الفلاني وبعد كم دقيقه لو قلت لهم اخواننا ما في حاجه بخجه بيدي ساكت يقول لك لا ما بينفع الا تخجه. يا ناس ما تباركوها ما تبقوا متشددين، يقول لك هذا انت عرفك شنو بالطب والشغله دي ما بيقبلوا. المهندس تقول له يا زول يا اخ ما تتشدد يا اخي عليك الله احفر لك متر وقوم العماره، شنو عامل لي 3 متر واي طابق لابد يكون تحت الواطع عنده متر، ما فيها شيء بس احفر لك متر، ما هو بس المقصود انه يكون تحت بس. يقول لك يا زول هو انت قاري هندسه؟ لا ما قاري، ما دار انظر، بس الناس بتنظر في الدين ساي. وفي النهايه العماره دي كان وقعت والزول ماشي صح في الدين في النهايه بيخش الجنه. لكن لو انت لخبطت في الدين بتمشي وين؟ تمشي جهنم. ما بيقبلوا الا في شنو؟ الا في الدين. فده ما معنى التشدد وانما هو التمسك. برضو من الشبهات ودعين كثير من الطالبات والبنات يقول لك الوحده اذا لبست الحجاب وغطت وشها وكده ما حتعرس. وقد تلقى اهالي ذاته بيامروا بناتهم انهم ما يتحجبوا عشان الوحده تعرس. اخواننا الحجاب رزق، الزواج رزق، فكون المرأة تتزوج أو لا تتزوج ده شنو؟ ده رزق عند الله. وكم من متحجبة تزوجت بتعدن؟ ما بتعدن. وكم من متبرجة عانس؟ في كم؟ كتار. فدم يا أخواننا دماء شبهة، وإنما الحجاب هو رزق من عند الله سبحانه وتعالى. يا أخو واحد تلقاه أهله من الشمالية باش يتزوج من الجنوب، واحد من الجنوب أو من الغرب يتزوج في الشرق وهكذا. طيب في واحدة بتقول لك أنا والله الناس بيلوموني وبقول لي أنت تابعة للجماعة الفلانية. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. تقول يا أخي أنا والله ما عندي أي مشكلة لكن بس شنو؟ لكن بس الناس ما بخلونا ما بريحونا. إذا رضيت الله ربنا بيرضى عنك، وإذا ربنا رضى عنك تاني ما يهمك الناس. لكن من حكمة الله إنه ربنا الناس المارضوا ديل ربنا ذاتهم يرضيهم، حكمة الله، لأنه القلوب عمنه بيد الله. ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله دار رض الناس ولو كان الشيء بغضب الله، من حكمة الله إنه الناس الدار يرضيهم ديل هم ذاتهم يذموا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. ودي من الشبه برضو، واحدة تقول لك يا أخي الحجاب ده حار. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. ربنا قال شنو؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله، شوف ربنا جازاهم جزاء سيء كيف، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. شوف اتحرموا روحهم من شنو؟
من فضل عظيم. ربنا قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الزول لو مات والرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه ده ما خاش الجنة، ربنا حرمهم شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فربنا عاقبهم بنقيض قصدهم. ولذلك يا أخواننا المؤمنة ما بتعاين للناس، ما تعاين لسخط الناس، ما تعاين لرضا الناس، وإنما تنظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. يا أختي شوفي المجرمات والشيوعيات والفنانات، الوحدة متبرجة تبرج شين. والله في ناس يقول لك بعض مرات في ناس بيرسلوا لنا مقاطع في الواتساب يقول لك يرد على الكلام ده، أنا بمسحه طوالي ولا بفتحه ذاته لأنه شيء قبيح. كويس، واحدة تقف قدام الرجال لا حيا لا خجل، وليت لو بتقول لها كلام كويس، كلام ذاته سفيه. مشينا الكبري طلعنا بري شارع وماك والكلاك للقبة، يا أختي فنانة ولا كمسنجي؟ كويس، ما بتخجل، وكلام ذاته شين، دق الباب وجانا وما عارف شنو، نسيت السفنجات وكلام فارغ، ده شنو داس؟ ما بتخجل يا اخواننا. المؤمنة تخجل من دينها؟ ديك المفروض تدنق الراس تحت. ولذلك المؤمنة لا تنظر الى كلام الناس. طيب من الشبهات برضو انه تقول العلماء اختلفوا. طبعا دي ده بيقول لك، وده طبعا بيقولوا كثير من الناس من باب الاستهتار، يقول لك يا زول العلماء اختلفوا ولغاية ما يتفقوا نحن الشغلة دي ماشيين فيها، لغاية ما يتفقوا العلماء اختلفوا. ها يقول لك العلماء اختلفوا. طيب العلماء اختلفوا ما في حجة؟ يعني الدين علق الناس قال لهم ده اختلف وده اختلف خلاص؟ ويقول لك كمان اختلاف أمتي رحمة، ده رواه منه؟ ده رواه منه؟ ده كلام باطل. وليس اختلاف الأمة رحمة، لأنه لو كان رحمة ما كان ربنا نهى عنه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما شنو؟ من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وربنا قال كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فده ذم للناس اللي بيختلفوا في الحق. ولذلك ما في اختلاف. مسألة الوجه والكفين خلاصتها بسيطة، وما بقولوها بنفس الكلام اللي بيقولوا المجرمين والعلمانين ودعاة الباطل زي التراب الهالك والصادق المهدي وغيره من المجرمين، لا، بيقولوا إنه العلماء اللي قالوا، علماء قالوا وده الأصلي وده اللي بيدل عليه والنصوص الشرعية، إنه تغطية الوجه والكفين واجب كبقية البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وكل عورة يجب شنو؟ تغطيتها. ده واحد. في علماء تانين قالوا مستحب، يعني الأفضل شنو تعملوا، لكن قالوا في زمن الفتن بيبقى واجب. ده الموضوع. وجابوا أدلة لا تخرج من أمور، إما أن تكون هذه الأدلة ضعيفة، وإما أن تكون هذه الأدلة قبل نزول آيات الحجاب وأدلة الحجاب، فما بتخرج عن هذين الأمرين. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده رسالة اسمها الحجاب وأدلته، ذكر فيها طرفا من هذه الأدلة ورد عليها، والكلام العلماء ذكرناه يا أخواننا في تفسير هذه الآيات يوضح هذه، يعني هذه الأحكام الشرعية من وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها. ولذلك يا أخواننا نحن نوصي كل امرأة مسلمة بأن تؤدي هذه العبادة التي هي حراسة نفسها وحفظ عفتها وكرامتها وبعدها من مواطن الباطل والفتن، بأن تأتي بالحجاب الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ولا تنظر إلى الناس، ولا تنظر إلى كلام الناس، ولا تنظر إلى شبهات والطاعنين على الدين، لأنه أي زول لو داري يرخي أضانه للباطل الذي قيل
فإنه قد قيل في الله ما سلم الله سبحانه وتعالى من المخلوقين، فكيف يسلم المخلوق؟ ولذلك المرأة المسلمة عليها يعني أن لا تنظر إلى هذه الأمور، وعليها أن تأتي بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تكون قدوة للناس في الخير، وأن لا تكون قدوة في الشر. أنه بعدين المرأة إذا يعني تبرجت ويعني اختلطت وفارقت أمر الله سبحانه وتعالى، فإنها يوشك أن تلقى الله سبحانه وتعالى وهو ساخط عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن صنف من أهل النار أيضا، قال: وهن المتبرجات. لا يدخل الجنة المتبرجات، وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم ده غراب المنقار بتاعه أحمر، قدومه أحمر يعني، وده نادر في الغربان. يعني ممن يدخل الجنة من هؤلاء المتبرجات كما تجد أنت الغراب الأحمر في وسط هؤلاء الغربان. ولذلك الموضوع خطير، ونحن يعني نذكر هذا الكلام من باب بيان الحق، ومن باب يعني الغيرة على أعراض المسلمين. وفي النهاية نحن بنقول أن يعني شأن المرأة المسلمة يهمنا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين والمسلمات شر أهل الفتن ما ظهر منه وما بطن. ويعني نبدأ في جواب على بعض الأسئلة. طيب، هل أكل الطين فيه إثم أو ذنب؟ ما أعرف والله، أكل الطين كيف يعني؟ أكل الطين ده ما بعد إذا هو أصلا لا من المباحات، ولا هو أكل أصلا. أيوة، إذا قصد البركة زي طينة وضة الطريفي ده يا أخواننا بيبقى من الشرك، لأنه ده تبرك بغير ما دل الدليل على أن فيه البركة. يعني زول يأكل وقالوا أكل طينة وضة الطريفي هي شفاء من داء السعر. قال لو أكلت من طينة وضة الطريفي وعضاك كلب بتشفيك من السعر. معناه أنتوا يا ناس صحة ومعاكم طب ومختبرات، ما في داعي تقروا. بيطينة بس الغوليكم كلياتكم دي جت بيطينة بس، يأكلوا في الناس الطين والمصايب. فده إذا كان ده قصدهم ده من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، هل الإسكيرتي والبلوزة الواسعة يعتبر من التبرج، وما حكم الصلاة بهما؟ لا شك أنه من التبرج، وما يضم الحجاب الشرعي، لأنه قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وربنا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من شنو؟ من جلابيبهن. وهو ما يبدأ من الرأس ويستر ويعم جميع البدن، وقد تقدم الكلام عنه. فده ما بجوز وما يجزي في الصلاة. والواحدة ممكن تكون قاعدة سنين طويلة وبتصلي وما عندها صلاة. طيب، هل الضحك والابتسامة من الخضوع في القول؟ نعم. الراجل اللي وقت تلقى واحدة تضحك معه وتاني داير شنو يعني؟ وانتوا قالين الشباب ده بيتظاهروا في فوقكم يعني، ما دام وصلنا الموضوع ده ذاته. فهم دارين يصلوا لموضوع الضحك والابتسامة. زي ما قال أحمد شوقي، قال: نظرة فشنو؟ فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. فالابتسامة دي شنو؟ دي يعني بمثابة الضوء الأخضر، يعني كأنه يعني بيتشجع على الكلام ده وكذا. فهي حدود تعامله، حتى لو تعاملت مع زميلة في الجامعة هنا في حدود الحاجة. دارين دفتر كذا ننقل منه كذا، برجع لك كذا، موضوع انتهى. ربنا ذكر سبحانه وتعالى في سورة القصص قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين: ها، فتولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. العلماء قالوا أسندت الفعل إلى أبيها،
وبعدين ذاته في هيئته بيت بيت حلال وبيت عفيفة وطاهرة، وما جاءت بريبة ولا يظن فيها ريبة. قالت إن أبي، أبوي يدعوك ليجزيك، أبوي يجزيك أجر ما سقيت لنا. وموسى عليه السلام لما سألهم في البداية قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الكلمات دي يا أخواننا ما بتخلي فرقة سؤال، جايين لجنو وما عندك الراجل وبتقعدوا هنا لبتين، دي كلها جاوبت على في الكلمات دي. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لأنه حتى ده من حروف الغاية. طيب ما عندك الراجل وأبونا، في أبونا بس، طيب المال ما جاء، شيخ كبير، موضوع انتهى. تاني لو عندك معروف أعمل. فسقى لهما، شوف الرجال كمان من موسى عليه السلام، ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه السلام يعني قدم لنا المعروف وما ما انتظر مني شكر ولا كلمة. دي الرجال هنا، لكن واحد واحدين تلقاهم لفيفين. الواحدة لو اتزلقت ساكت كده وجنبها صاحباتها عامل فوق الود عنتر ابن شداد داري مش يرفعها، يا طول اقعد في علبتك انت ماشي وين ذاته؟ ده ما شغلتك انت. فدي اخواننا في ناس يعني بيجوطوا الشغلة جوطة ذات عجيبة. فالمرأة مشت لموسى عليه السلام ومشيت ذات ربنا حكى على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أدته كلمات محكمة وكلمات واضحة وقليلة. فكان موسى عليه السلام مثال في العفة كمان، فمشى قدامه وقال لا لو داراني ألف يمين أجدعي حجر يمين، لو داراني ألف شمال أجدعي حجر شمال. وده في ورد على الجماعة يقول لك دار وصلة توصل لها شنو؟ وتلقى واحدين كمان واحد تلقى قاعد في مصلاة جاري له سبحة يا دايم كويس، والبيت مشت الحفلة وجايين ستة مقدمينها، يقول لك جايين مقدمينها من الكلاب، وديل الكلاب ذاتهم يا عمك انت ما فاهم الحاصل، ديل الكلاب ذاتهم كويس، وهوى استقيل ولخبطة. فده كله يا اخواننا ما بيجوز انها تضحك او تبتسم، وما بيجوز ذاته انه تحت تستحضر لها نكات ليزوز زي ده. طيب فتقول كلام في حدود شرعية لا ينافي الأدب ولا يأتي بالخضوع في القول. حكم الاختلاط أمام الناس يعتبر خلوة، الاختلاط كله حرام، وده يا أخواننا مما عمت به البلوى وابتلينا به. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد في سنن أبي داود قال خرج الرجال والنساء من المسجد صحابة، قال فاختلط الرجال بالنساء، لفظ الاختلاط موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ليس لكن وسط الطريق وإنما لكن حافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى يتمزق ثوبها. هسي تقف معاك في الكاشير بتاع الكافتيريا تقول دافرك سادومبا، صح ولا ما صح؟ تديك الياغة كده لما انت حيرك أها وين الحياة هنا. ثم أمر الرجال أن يتريثوا حتى تخرج النساء. الرجال قال لهم اقعدوا لغاية ما تكملوا أذكاركم والنساء يمرقن بعد ذاك امرقوا. ده في المسجد، فكيف به أماكن ما بجوز الاختلاط أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب قالوا حكم النظر للأستاذ للفهم ما بيجوز، ما بيجوز، أنا إحنا بنوريكم بعد ذاك الحل بيحصل شنو وتجاسفوها كيف الله أعلم، لكن ما بجوز حرام. لا راجل لا طالب يعين لأستاذة ولا أستاذة لا طالبة تعين لأستاذ، ما بيجوز حرام. طيب في سؤال جاوبنا عليه أثناء الكلام، العطر لو ما كان نفاذ الرائحة ما هو حكم مزيل العرق؟ لا ما أي يعني أي عطر يصدق عليه مصمم العطر لا يجوز، لا يجوز.
وفي صوابين وحاجات بتشيل العرق. قال أن بعض الشيوخ لم يخطئ شنو الأمر لحجاب المرأة ويقولون أن الحجاب خاص بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ده ردينا عليه لأنه يلزم أنه يقول المرض ده قاعد في عهد الصحابة، فيطمع الذي في قلبه مرض ده قاعد في عهد الصحابة، وفي عهدنا ده الناس قلوبها نظيفة ما في أي حاجة. خليك من ده كله، هسي أمرك بيجاي 50 متر بس السوق العربي ده، شوف المصايب. فكلامه ردينا عليه قبيل، وإن أخواننا هذه الحكم هذا جاء بعلة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وطهارة القلوب مطلوبة في زمننا أكثر من زمن شنو الصحابة. وإذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا، وحرام علينا وعلى غيرنا يتزوجن، ومع ذلك أمرنا بالحجاب، فغيرهن من النساء أولى وأولى. ما حكم الذين ينادون بمساواة المرأة مع الرجل؟ هؤلاء يريدون أن يساووا الليل بالنهار، ما ممكن يتساووا لا شرعا ولا عقلا. وده الناس لا فاهمين المساواة ولا فاهمين العدل ولا فاهمين الشريعة ولا فاهمين القانون، ما فاهمين أي حاجة. وده ما في عاقل بيسمع لهم، ما ممكن تساوي بين مرأة ورجل، بين مرأة ورجل، ولا هم مطبقين المساواة عندهم. أمسك الأحزاب دي، من المسائل اللي بيذكروها في موضوع المرأة إنه المرأة تبقى حاكم، يقول لك أنتوا هضمتوا يا سلفيين حقوق المرأة. طيب في السودان بس، ما نمرق برا، الحزب الشيوعي في السودان رئيس راجل ولا مرأة؟ مما خش السودان، مما كان ناس عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ وغيرهم كانوا طلاب في مصر، ولا قام واحد اسمه هندري كوريل دخل فيهم المقلب بتاع الشيوعية، وجوا نشروا الشيوعية في السودان وتكونت لهم دولة. رئيس الحزب الشيوعي السوداني منذ تكوينه إلى الآن، السكرتير العام بتاعه بقى امرأة؟ حصل ما حصل. القادة الانقلاب للشيوعيين على النميري، والنميري قبضوا ناس بابكر حمدنا الله وذاك اسمه منو؟ هاشم العطا. ديل كانوا نساء ولا رجال؟ كانوا رجال. النميري في بداياته كان واقف مع الشيوعيين، ليه ما جبتوا نميرية شيوعية؟ كان تجيبوا أمال عباس ولا فاطمة أحمد إبراهيم ولا واحدة من الشيوعيات، ليه ما جبتوا؟ ديل بجنبه حزب الأمة علماني، ليه ما جابوا مريم الصادق المهدي رئيسة لحزب الأمة؟ سؤال. محمد أحمد المحجوب كان رئيس وزراء، بعديه الصادق المهدي شاته برا، جاء الصادق المهدي. وأي انتخابات في السودان فاز فيها حزب الأمة بعد محمد أحمد المحجوب جاء فيها الصادق المهدي، ليه ما بقيته رئيس للسودان مرة؟ مش انت بتأيد اتفاقية السيداو وبتنادي بحقوق المرأة والمرأة لابد نساب الرجل، ليه ما بقيتها معك؟ ما قاسمت عليه؟ عمرك كم سنة سي صادق المهدي؟ عمرك كم سنة؟ ليه ما قاسمت المرأة في رئاسة الحزب؟ بيتك خليك مرة بعيدة، بيتك ليه ما جبتها؟ ديل بجنبه. الاتحادين ناس نحن جينا بشورة تهنى، ولما حكمنا الناس راضين، ولا دارينا ولا دبابة ولا تاجرنا باسم الدين، وكضابين تاجروا باسم الدين لأنه نزلوا في انتخابات 86 باسم الجمهورية الإسلامية، وحزب الأمة باسم الصحوة الإسلامية، كلهم تجار دين، ما تسمع الكلام ده، لكن بس طبعا الكيزان لأنه الناس شافتهم قدامهم. طيب بقيتوا رئيس الحزب الاتحادي مرة؟ لا. المستقلين ناس إبراهيم الشيخ والدقير إلى آخر، بقيتوا رئيس حزبكم مرة؟ فالأحزاب دي كلها أخواننا يا أخواننا، وين المساواة؟ فده الناس مجرمين يا أخواننا، ده الناس دارين يصلوا حرية الوصول إلى المرأة لا حرية المرأة. ما هو العلمانية ورأيكم فيها؟ العلمانية أخواننا تعني الكفر والإلحاد والطعن في الدين وتنحية الدين عن الحياة. وأي زول يقول لكم خلاف كده، إما زول كذاب دار يشتغل بالنظام بتاع شيخ وإبليس، خطوات الشيطان، صح ولا ما صح؟ أو يكون إنسان جاهل بالعلمانية، لأنه العلمانية السكيولر قالوا هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس، ده تعريفه، صرف الناس من الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. وكلمة سكيولر في القاموس الصغير ده تاع أنطوني إلياس تعني دنيوي أو لا أخروي،
دي العلمانية. يجيك واحد سوداني هنا معانا يقول لك لا العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة. يا ودي انت العلمانية دي نجرتها انت؟ لا. شاوروك لما جاء ينجروها شاوروك انت؟ يا طيب ما تختانا يا انجر لك حاجة جديدة وسميها وكت انت قدرة. لكن انت مباري ناس وتاني دار تكذب. فدي العلمانية. العلمانية معناها ضد الدين، ما دارين دين ديل العلمانيين. ووقائعهم كثيرة. ورأيت دي في أن الإنسان ما بيجوز أنه ينتمي لها أو يمشي معاهم أو يشاركهم أو شيء من هذا القبيل. ما هي الديمقراطية وهل تتعارض مع الدين؟ نعم تتعارض مع الدين الديمقراطية. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه والاه. الديمقراطية أخواننا هي كلمة لاتينية جابوها للإنجليزية ديموكراسي، وهي تعني حكم الشعب. بيقول لك هي حكم الشعب للشعب بالشعب، يعني الشعب يحكم نفسه لمصلحة الشعب بالشعب، يعني بما يقرره الشعب. وطبعا الديمقراطية أخواننا يعني معارضة للدين. في ناس بيقول لك الديمقراطية هي شورى، وده كذب، لأنه في الديمقراطية بيقول لك الحكم حق الشعب. يعني كلنا هنا لو قلنا يا أخواننا رأيكم شنو حد الزينة نشيله برا، لو الأغلبية قالوا آي نشيله برا طوالي يشيله، لو قالوا حد السرقة يشيله برا طوالي يشيله، لو قالوا الزينة حلال طوالي يشيله الزينة حلال، وهكذا. وأما الشورى فلا شورى مع نص، ده نمرة واحد. يعني لما يكون في دليل ما بيجوا بشاوروا الناس ذاته، ليه؟ لأنه في نص. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ربنا قال إن الحكم إلا لله، وهي دي قالت إن الحكم إلا للشعب، دي الديمقراطية. نمرة ثلاثة، الديمقراطية أخواننا نتيجتها ما نتيجة حقيقية، بس بالراحة كده. الليلة في الانتخابات اللي كان بتحصل زمان، العلماني يقول لك أن احنا ما معترفين بالديمقراطية. طيب ما في صناديق وفي ناس يصوتوا، ما بترضوا بالكيزان ليه؟ يقول لك لأنه ما تتكافأ، لا تتكافأ الإمكانيات. كيزان عندهم قروش، عشان كده أخواننا الديمقراطية اللي بينجح فوق اللي عنده قروش، وحتى لو كان رأيه باطل وغلط. لكن لو ما عندك قروش مفلس ورأيك صح ما بتلقى أي شيء. ليه؟ لأنه معتمد على الأكثرية وعلى الدعاية. يعني أنا لابد أمشي لين أصلوا بيض وأعمل لي كم منبر ألاقيهم وأدفع قروش، أقول لهم أنا أسيدي إن شاء الله أنا كده جبت لكم كم مشروع بتاع مياه وعملت لكم كهرباء وكذا وكذا، دي بدايات إن شاء الله الجاي بعد تنتخبوني وأمشي النيل الأزرق وأمشي الشمالية وأمشي كذا وأمشي كذا. تحتاج قروش، لكن تلقاه حزب ما عنده أي حاجة مفلس زي البعسين. هسيب تسمع فيه حزب اسمه بعسين بتسمع به أو ناصرين، لأنه حزب مفلس. عشان كده قاموا يتسلغوا في ثورة الناس دي بغض النظر عن صحته وخطأ، يتسلغوا فيها وطوالي جروا على المناصب ودردقوهم لغاية ما سي ما عارفين يمرقوا منها كيف. المهم ده موضوع تاني. فالشاهد من الكلام انت لو مفلس ما بتلقى زول يقف معاك. فدي الديمقراطية نتيجتها ما نتيجة حقيقية، نتيجة زائفة. كذلك الديمقراطية تعتمد على حكم الأكثر ولو كان خطأ. وأما الشورى تنظر إلى الرأي الصواب والصحيح ولو كان شنو؟ ولو كان جاءت به الأقلية. يعني لو في ثلاثة أنفار قال يا أخواننا الرأي أن نفعل كذا وكذا وده كان صح، وأغلب الناس 30 مليون قصاد الثلاثة نفر قالوا لا نحن الموضوع ده ما دايرينه، في الإسلام يؤخذ برأي شنو؟ برأي الأقلية، لا لأنهم أقلية ولكن لأن معهم الصواب. ده الموضوع، وفروقات كثيرة ذكرها العلماء. طيب من هم الذين تظهر لهم المرأة زينتها؟ الموجودين في صورة آية سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا لمنه لبعولتهن، يعني الأزواج أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، يعني من زوج آخر أو من أبناء أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآيات. الإخوان بني الإخوان بني الأخوات، وحد معين من الزينة، حد معين من الزينة بتظهره، والحد ما بجوز لها تظهره لغير هؤلاء المذكورين في هذه الآية، ما بجوز لها.
واحدة تقول لك ما برضو ورد في الدين انه تظهر زينتها. اها الطالب في الكلية ده جنود بعولتهن ولا من التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، ده فيها توفيهم بخش. فالمقصود المذكورين في هذه الآية. طيب والمرأة يا أخواننا ما تتساهل، ما تتساهل في موضوع كشف نفسها للناس، وده والله كثير من الشباب كثير منهم انتهكوا به أعراض البنات بسبب التساهل. الشغلة بتبدأ تدريجيا شوية شوية، تساهل في تساهل، تساهل في تساهل، إلى أن يقع الإنسان في الفاحشة والعياذ بالله. كيف أنصح أختي للبس الحجاب وماذا أفعل إذا رفضت؟ من 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 الطرائق تدعو لي الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلبها إلى هذه الشعيرة العظيمة، ده نمرة واحد. نمرة اثنين القدوة الحسنة، أنت ذاتك تكون لها قدوة حسنة. نمرة ثلاثة تبعد عنا صاحبات السوء، أنه في وحدات شغالات شغل إبليس، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فينا شغالين وكلة لإبليس، ولا أنت مالك وأنت لسه صغيرة إلى آخر. فتبعد عنا صاحبات السوء، كذلك تعامليها المعاملة الحسنة وتشيل لها شبهات الموجودة في راسها وكذا وكذا، وتديها الهدية إلى آخر، فإن شاء الله ينصلح حالها. نختم بسؤالين إن شاء الله. طيب سؤال جاوبنا عليه في مسألة وجوب الحجاب، طيب إنه الحجاب واجب، جيب سؤال غيره. طيب الفرق بين من يقول أن المصافحة لا تجوز ومن يقول أنها حرام، واحد يا أخوان، حكم واحد. إذا قيل إن المصافحة وأن الشيء لا يجوز أو أنه حرام أو أنه منهي عنه، دي كلها ألفاظ تدل على التحريم، فهذا كله يدل على الحرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. في ذول يقول لك هنا ما جابوا المصافحة، نقول هذا من باب أولى، قياس الأولى. مش ربنا قال في قياس الأولى ولا تقل لهما أف؟ طيب هل بيجوز الضرب؟ يقول لك في الآية ما ورد، ورد تحريم إنه أدق أبوي، ما ورد، إذن بدقه، ورد الأف بس، إذن أف ما في نضرب ونجلد الحاج بماسورة ولا حاجة. ده بيعقل يا أخواننا، ده بيعقل. فإذا كان الأف ما بيجوز فمن باب أولى شنو؟ الضرب. كذلك إذا كان يعني إذا كان مس المرأة عموما ما بيجوز فالمصافحة شنو؟ من باب أولى، صح ولا ما صح؟ أنه بيكون فيها التذاذ أكثر، عشان كده بتلقى زول في قلبه مرض تلقاه واقف مع البنات، ولاحظ أنت في الجامعة وفي غيره وفي غيره تلقاه ما داري فيك يد ذاته لأنه بيلتذ بالأمر ده، عشان كده الدين حرم كل ما يؤدي إلى الشهوات. عشان كده جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس العينان تزنيان وزناهما النظر، وقال واليدان تزنيان وزناهما اللمس، وفي لفظ البطش، ده زنا لأن الإنسان يجد فيه متعة، يجد فيه المتعة. هناك من يقول أن الجلوس مع البنات والتحدث معهن عن قرب هو من شنو؟ من صغائر الذنوب، وعليك ألا تزيد على ذلك وتستغفر، وأن اعتزالهن هو من باب شنو؟ فما ردوا من باب شنو ما عارفه كده كاتب حاجة كده، ده داري يصل لك إنه الموضوع ده صغير، وما دام ده صغير أنت ما تزيد، وبتضمن كيف؟ ده بتضمنه كيف يعني؟ أول حاجة ده ذاته الجلوس مع النساء والتحدث معهن والخلوة بهن ده ذاته من الكبائر، لأنه الكبيرة هي شنو؟ شيء جاء بنهي أو تحريم أو لعن أو توعد بالنار أو بالعذاب الأليم أو العقاب في الدنيا والآخرة، دي الكبيرة. ده حرام ولا ما حرام؟
كبيرة ولا ما كبيرة؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، لو افترضنا معاك صغائر، قال العلماء الصغائر مع الإصرار تصير شنو؟ كبائر. نمرة ثلاثة، الصغائر دي سبيل لأنه الإنسان شنو؟ يقع في الكبائر. عشان كده ربنا ما قال، شوف شوف الآية دي بليغة كيف، ربنا ما قال ما تزنوا ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأنه الزنا عنده شنو؟ أبواب. وما في زول لما وقع في الزنا كان متخيل إنه يقع في الزنا، لأنه الشهوة دي أخواننا تعمي وتصم الإنسان، تعمي وتصم. زول تلقاه ما بيقرأ معاك ستة سنة وطالبة تلقاه بتقرأ معاك، يجي حفل التخرج مع الهيصة والجوطة تلقاهم بيعملوا في عمايل والله الجدادة ما تعملها، عرفتها؟ يكوركوا وينططوا. لو قفلت، لو شفتوا في فيديو كده وقفلت الصوت، قطعت الصوت وخليتهم ينططوا ساكت، والله الواحد يخجل على روح. فدي أبواب بتعزينا الدين حرمه وقفله، ودي أخواننا سبل يصل يوصل بها إلى ما بعدها. ما ردك على تخصص الرجال في طب النساء والتوليد؟ ده من البلاوي يا أخوان، ده من البلاوي. وعشان كده نحن بندعو المرأة لأنها تتعلم فيما يخص النساء، ولأن المرأة هي أدرى بشؤون المرأة وهي أصلح لذلك. لكن للأسف الشديد يعني مع الانفتاح وكذا وكذا شغلة بقت جايطة، وبقى سبيل لأعداء الدين والناس الذين في قلوبهم مرض إنهم يصلوا به إلى يعني ما بعده من الحرام ومن نشر الرذائل ومن إسقاط الأجنة. كان في دكتور مشهور قبل سنوات بيشوف أي واحدة يعني حملت بالحرام بيمشوا للدكتور ذاك يسقط لهم لغاية ما في النهاية قبضهم. فده أخواننا شيء عجيب، فيجب على الإنسان العاقل أن يبتعد عن هذه الأمور، لأنه ما ممكن في الدين يقول لك يا أخي أنت ده أعمله، ما تعاين للمرأة وتحتجب وكذا، ويأمر أن يدرس وأن يتعرض لهذه الفتن. لكن هذا مما عمت به البلوى، فيجب على نساء المسلمين أن يتعلمن من العلوم الدنيوية ما يكفين به بقية نساء المسلمين، أن يذهبن إلى الرجال وأن يذهبن إلى الكفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، إنه لذلك والقادر عليه.